طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نبدأ نحل مع بعض الشيت نمبر 2، وعايزكم تحلوا معايا. تمام، انا سايب لكم المايك مفتوح. طيب، the first choose the correct answer. نمبر 1 او نمبر A، the value of the digit 8 in the number 75863 is. مين عارف دي؟ مين هيجاوب معنا أول واحدة؟ نختار احنا. طيب، ماشي، اتفضلي يا آلاء. واحد آلاء هتبقى أنهي واحدة؟ أول واحد اللي هي اسمها ايه؟ 800. very good. تمام. طيب، نمبر بي، ثواني. نمبر بي، هنا محمود ولا هنا محمد؟ هي هنا. هنا انت معايا الاول؟ هنا معايا. ما فيش رد من هنا خالص. طيب، نمبر 3، مين؟ جياد. جياد، جياد معايا؟ أنا مش مع حضرتك. الاسم ايه بس؟ الاسم جياد. جياد؟ تمام، ماشي يا جياد. نمبر 2 هتبقى ايه يا جياد؟ اللي هي نمبر بي، 5 تايم 40 ايكوال كام تايم 10؟ بالراحة يا جيادة. وأول حاجة هنعمل إيه هنا؟ أول حاجة في نمبر بي، مش حضرتك، أنا مش فاهمة. طيب ماشي، إحنا هنعمل لها تايم. طيب، في الأول أنا معاك لسه أهو. احنا لما نيجي نعمل لها تايم في الاول، نركن الزيرو ده على جنب. بعد كده هنعمل 5 تايمز 4 ايكوال كام؟ 5 تايمز 4 20. ايكوال 20. فيري جود. طيب، 20 ومعانا الزيرو اللي احنا ركناه ده، هتبقى كام على بعض؟ 20 ونحط جنبها الزيرو كمان، تبقى كام؟ 200. 200. فيري جود. تمام. طيب، كام تايمز 10 ايكوال 200 في دول؟ ما هو بيقول لي ايكوال بقى، يعني حاجه تديني نفس الفاليو بتاعتها. يعني النمبر اللي هنا يبقى كام عشان اعمل له تايم 10 يدينا ال 200 اللي كانت موجوده هنا كلها؟ كام في دول؟ هل ال 9 لو عملت لها تايم 10 هتدينا 200؟ ال 9 لو عملت لها تايم 10 هتدينا 200 ولا لا هتدينا 90؟ طبعا صح، صح كده. طيب، ال 20، 20 هل هتنفع لو عملت لها تايم 10؟ طبعا لازم تنفع. ليه؟ عشان تايم 10 يبقى احنا بنزودها كمان زيرو، هتطلع كام؟ هتطلع 200 في الاخر خالص، يبقى هي التويني بتاعتي. اوكي، ها، فهمتها كده؟ تمام. انت طيب، اللي بعد كده مين؟ كارما. ليش
طيب كارما نمبر سي 25 hundredths greater than or equal or less than 20,500. Equal. هتبقى ايه؟ Equal. Equal. ازاي equal؟ هي كارما. طيب يا كارما هي الهندرز دي لما بنشيلها نحط مكانها كم زيرو؟ One. الهندرز كلمة هندرز دي لما بنشيلها نحط مكانها كم زيرو؟ One. Nine. ازاي؟ One zero. الصوت مش واضح، بتفعلي كم زيرو؟ One zero. Nine. 1010 الهندرد لما نشيلها. طيب التنس، ما هي التنس اللي لما بنشيلها بنحط مكان 10، يبقى الهندرد معلش تمام معاكي. ها 20 هتبقى 20 تمام اوكي. طيب لما نشيل كلمة 100 دي ونحط مكانها 20 يبقى النمبر كله على بعضه يبقى كام؟ 2500. بس خلاص صح كده؟ يبقى 2500 greater than ولا 20,000؟ شايف انا قلت ايه هنا؟ انا قلت 2000 بس، هنا انا بقولت كام؟ 20,000. يبقى انهي greater than؟ 20,000 طبعا من غير اي حاجه. خلاص هو بمجرد بس ما اشيل كلمه 100 واحط مكانها 2 zeros خلاص خلص الموضوع على كده. هبدا اعد الديجيت بتاعتي، هلاقي ان انا هنا عندي 4 ديجيت بس، ادي 1 2 2 0 يبقى 4، وهنا 1 2 3 4 5 5 0 على طول هم الجريتر زين. خلاص كده يا كارما؟ تمام. طيب اللي بعد كارما في محمود، معاه محمود؟ تعالى بس. طيب نشوف اللي بعدها محمود. هنا بيقول لي 3 times 4 equal 4 times 3، هي دي احنا عارفينها صح؟ بس في ناس كتير قوي ممكن ما تكونش عارفه اسمها ايه البروبابيلتي دي، او البروبرتي سوري بتاعتنا دي، يعني اللي احنا عملناه هنا ان احنا عكسنا بس دي اسمها ايه؟ طيب هل هي اسمها اسوشيتيف؟ ازاي؟ ما الاسوشيتيف بتاعتنا دي اللي احنا كنا بنحط براكت لما كان بيبقى عندنا 3 نمبر وبنحط براكت في الاول هنا وبعد كده نحط براكت للتو التانيين، دي اللي كان اسمها اسوشيتيف صح؟ تمام. هل اسمها ديستريبيوت؟ لا لا طبعا. ليه؟ عشان الديستريبيوت زي اللي تحتها دي على طول، ان احنا بنوزع الحاجه خلاص، ان احنا بنعمل ديستريبيوت ان احنا بنقسم الاول وبعدين نوزع، يبقى هي ما اسمهاش ديستريبيوت ولا اسمها اسوشيتيف، يبقى اسمها ايه؟ اسمها كوميوتيف. اسمها ايه؟ اسمها كوميوتيف. خلاص. طيب يبقى لما يجي يبدل لي بس حاجه، احنا عارفينها طبعا ان 3 تايمز 4 ايكوال 4 تايمز 3 دي احنا عارفينها، بس ما كناش نعرف الاسم بتاع اللي هو اسمه ايه؟ الكوميوتيف بتاعتنا. خلاص. طيب اللي بعد محمود مين؟ روان. نعم يا مستر. طيب اللي بعدها كام يا روان؟ اللي هي نمبر اي، بيقول لي كام لما بعمل لهم تايمز 5 بلس 9 ايكوال 7 تايمز 5 بلس 7 تايمز 9؟ دي عايزه سن التركيز بس، هتبقى كام؟ 7. هتبقى 7. فيري جود يا روان، ممتازه. طيب مين اللي بعد روان؟ سجدة. سجدة أحمد. سجدة أحمد. سجدة معايا؟ يا مستر لسه داخلة حالا ملحقتش أفهم حاجة. احنا بنحل يا سجدة مش بنعمل أي حاجة، تمام؟ يعني كل واحد بيحل سؤال النهاردة، ماشي؟ طيب تعالي كده نشوف السؤال بتاعك بيقول ايه، ولو مش فاهمينه هنحله مع بعض برضو. خلاص. طيب the second complete the following. هنا جايب لي نمبر اللي هو نمبر ايه، بيقول لي كام؟ 24,000
637. خلاص كده. طيب عايزني ان انا اوزعه، ان انا اكتبه بالايه، بالفورم اللي قدامي دي، ان انا اقول مين اللي قاعد في الهندردز ومين اللي قاعد في الثاوزند سوري، ومين اللي قاعد في الهندردز ومين اللي قاعد في التنز ومين اللي عند الوانز. فيها حاجه صعبه دي؟ لا. طيب قدام الثاوزند بتاعتنا مين اللي قاعد في الثاوزند هنا؟ ال24. لا ثواني، خلاص انا عايز مين بس اللي قاعد قدام الايه الثاوزند، مين اللي قاعد في المكان او البليس فاليو بتاع الثاوزند، يبقى هو 24. خلاص على كده. طيب بلس كام في الهندرد؟ مين اللي قاعد في الهندرد؟ جاوب ما تخافيش، حتى لو غلط هنصححها مع بعض. 600 هي ال 6 بس. لا انا عايزك تقولي لي ان ال 6 هي اللي في ال 100. خلاص على كده اهي 6 بس. طيب ال 10s 3 3 very good تمام. طيب ال 1s 7 7 بس على كده. خلاص صعبه؟ لا. طيب محمود احمد انا مست لسه داخل؟ طيب لا. يلا طيب تمام ماشي يا محمود. طيب نمبر بي بيقول لي the area of the rectangle، الاريا بتاعت الريكتانجل كانت ايكوال ايه؟ هو عايز هنا الرول، القاعده بتاعتي كانت بتقول ايه؟ ها the area of the rectangle ايكوال كام تايم كام او ايه تايم ايه؟ ها محمود الاريا، الاريا بتاعت الريكتانجل الرول بتاعتها كانت بتقول ايه؟ اللينز تايم اللينز تايم اللينز تايم الويدز. لا ثواني، ليه اللينز تايم اللينز مرتين؟ هو اللينز تايم الويدز بس. كفايه كده محمود. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. تمام يبقى اللينز تايمز الويدز. خلاص مش هنزود لينز كمان، احنا من عندنا تمام، هم كفايه قوي على كده. يبقى اللينز تايمز الويدز. ممتاز يا محمود. طيب نمبر سي، مين اللي عليه الدور في نمبر سي؟ خلاص احنا كده خلصنا لحد محمود، نرجع من الاول تاني. طيب الاء محمد، الناس اللي رفع ايديها احنا ماشيين بالترتيب اوكي. الاء معايا؟ تمام ماشي يا الاء. طيب نمبر سي بتقول لك ايه؟ 5 تايمز 8 تايمز كام ايكوال كام تايمز 8 تايمز 3. يبقى هنا ايه اللي ناقص؟ 3 فيري جود. تمام يا الاء ايكوال هنا. طيب 5 هنا لازم تبقى 5 عشان هي الوحيده اللي ناقصه. فيري جود. دي اللي كان اسمها ايه؟ الاسوشيتيف اللي كنا بنتكلم عليها اهي، اللي هي البراكت مره بنحطه هنا ومره بناخد التول الاولاني، دي اسمها الاسوشيتيف. والديستريبيوت زي اللي حليناها هنا اهي، والكوميوتيف بتاعتنا اللي هي اللي احنا بنبدل بس نمبر بدلناه، خلاص دي اسمها كوميوتيف. كده عرفنا اسم كل حاجه من اللي احنا هنستخدمها. جميل. طيب اللي بعد كده عشان مش ظاهره نعديها. طيب اللي بعد كده اللي هي بلس وماينس هنا، مين اللي بعد عليه؟ ادم معايا؟ ادم ماشي يا ادم. هنا احنا عايزين نمبر 1 فايند ذا ريزلت اللي هي نمبر 1، عايزين نعمل بلس. عايزين نعمل ايه؟ بلس. عايزين نعمل بلس للنمبر اللي عندنا دي، وهم حاططهم لي تحت بعض يعني انا مش هتعب في حاجه. طيب يبقى هنا 6 بلس 4 احنا بنعمل بلس عادي، هيبقى كام؟ 10. هيبقى 10 فيري جود. يبقى 0 اند كار اب هنا ال 1 تمام. طيب كار اب 1 وهنا في 1 يبقى 2. 2 بلس 3 5. 2 بلس 3 5 فيري جود تمام. طيب وبعد كده 2 بلس 7 8 9 تمام 9. وبعد كده اخر حاجه اللي هي 4 بلس 1 كام؟ 5 تمام، ما فيهاش اي حاجه صعبه اهي. طيب نمبر 2 مين اللي بعد ادم؟ كارما تاني؟ ادم. ماشي كارما. هنا عايزين نعمل ماينس، اول حاجه 1 ماينس 2 1. هل هتنفع؟ نعم. هل هينفع اعمل 1 ماينس 2؟
هنا في البداية خالص هنا اللي هي نمبر 2 دي 1 minus 2 هل هينفع نعملها؟ لا مش هينفع طبعا ال1 هنشيل منه 2 ازاي هنعمله minus 2 ازاي لا يبقى ال1 دي لازم تعمل لها بورو لازم ايه تستلف هتروح تستلف من اللي جنبها اللي هي ال4 ال4 دي هتبقى 3 ال4 هتبقى كام؟ 3 هتبقى 3 وال1 اللي عندها هتبقى كام؟ 2 هتبقى 11 مش 12 خلاص عشان هي بتبقى 1 بناخد من اللي جنبها 1 اللي هو ب 10 فبتبقى 11 طيب 11 minus 2 11 minus 2 قلت 9 9 تمام very good ودي بقى 3 يبقى 3 minus 0 كام 3 minus 3 هتبقى 3 زي ما هي وبعد كده 2 minus 5 هتنفع لا مش هتنفع هتعمل 2 دي برضو هتستلف من اللي جنبها هتروح تستلف من اللي جنبها هتبقى 7 ودي هتبقى كام ال 2؟ 7 ال 2 هتبقى كام؟ هتبقى 3 لا هي بتستلف ب 10 اي حد بيستلف من اللي جنبه بيستلف 10 كامله يعني ال 1 هنا لما بيروح هناك يبقى ب 10 هتبقى 12 فيري جود تمام يبقى 12 ماينس 5 8 هتبقى كام؟ 8 7 خلاص طيب بعد كده ال 8 بتاعتنا هتنزل زي ما هي 7 عشان استلفنا منها طبعا فبقيت 7 خلاص ف 7 ماينس 0 مفيش حاجه تحتها فبتنزل 7 تمام مين اللي بعد كارما؟ حمزه حمزه خالد حمزه معايا معايا أيوة. حمزه تمام ماشي يا حمزه السؤال بتاعك طبعا سهل جدا اشتغلنا بالفينجر قبل كده اللي هو نمبر 3 9 تايمز 6 ايكوال ممكن تشتغلها بالفينجرز برضو عادي بالراحه انا مستنيك تشتغلها بالفينجرز انت اللي اشتغلها بنفسك كمان هتبقى كام؟ 54 very good تمام طيب مين اللي بعد كده؟ كان مين اللي معانا دلوقتي حمزة؟ طيب هنا؟ ايوه يا مستر ماشي هنا طيب هنا الشكل ده غريب علينا اوكي؟ ما اخدناهوش قبل كده طيب الشكل ده علامة ديفايد الشكل ده علامة ايه؟ ديفايد بمعنى الحاجه اللي من جوه دي هي دي عامله زي علامه الكاف كده بالظبط بالعربي اوكي المفروض في شرطه كمان هنا دي علامه كاف كده بالعربي طيب الحاجه اللي من جوه دي اللي مستخبيه تحت الاستاند بتاعتنا هي النمبر الكبير بتاعنا اللي بنعمله ديفايد يبقى لما نيجي نقراها نقراها ازاي 32 ديفايد 8 طيب والريزلت بتاعتنا نكتبها فين بنكتبها فوق التاند هنا خلاص اتفقنا يعني دي ديفايد عادي اه دي ديفايد عادي ما فيهاش اي حاجه ال32 كانه بيقول لي 32 ديفايد ال8 والريزلت بتاعتنا نكتبها فوق طيب لو جينا فكرنا بقى ال32 ديفايد 8 ايكوال كام كام لما اجي اعمل له تايمز مع ال8 يدينا 32 هي هنا ايكوال 4 هتبقى equal 4 very good تمام يبقى الريزلت بتاعتنا زي ما اتفقنا بنحطها 4 يعني لما يجي لي الشكل ده بس مش هيجي يعني ما تقلقوش هيبقى علينا السنه الجايه ان شاء الله بس نبقى عارفينه من دلوقتي اهو يبقى الشكل ده بتاع مين بتاع الديفايد خلاص النمبر اللي جوه بنعمله ديفايد للنمبر اللي من بره ده وبنحط الريزلت بتاعتنا 4 اوكي طيب عايزين واحد شاطر بقى للمساله اللي بعدها دي مين اللي بعدها هنا جياد الو نعم ميس نعم تفضلي جياد معايا اه معاك مستر علاء يا جياد تمام تمام طيب نمبر بي arrange the following number in an ascending order
طيب احنا عندنا النمبر دي عايزين نعمل لها في الاول use the opposite number line، يعني النمبر لاين بتاعنا ده عايزين نحط عليه النمبر دي او الفراكشن اللي عندنا دي. اول حاجة احنا اشتغلنا المرة اللي فاتت كنا بنقول الدينيمينيتور بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو الدينيمينيتور نمبر كام؟ او انهي دينيمينيتور؟ لا احنا قلنا انهي دينيمينيتور، احنا قلنا جياد الدينيمينيتور الكبير بتاعنا صح؟ ماشي خلاص. طيب الناس برضو اللي فاتتها الجزئية دي تركز معنا شوية. يبقى احنا بنشوف الدينيمينيتور الكبير بتاعنا اكبر دينيمينيتور هنا كام؟ 4 divided 8. لا ما لناش دعوة بالفور بقى خلاص، اللي هو الايت خلاص؟ ماشي. طيب يبقى هنقسم من اول الزيرو لحد الون هنقسمهم كام بارت؟ 8 بارتس. فيري جود، اهم قسمناهم 8 بارتس بالظبط، اتفقنا؟ طيب بعد كده احنا محتاجين ال 4 over 8 هنحطها فين؟ طب هنا مكانها كام؟ 1 over 8. فيري جود، 2 over 8 صح كده؟ صح. طيب 3 over 8 4 over 8 يبقى مكانها هنا، يبقى مكانها هنا صح؟ يبقى 4 over 8 نحطها هنا خلاص على كده. طيب بعد كده احنا محتاجين نخلي الدينيمينيتورز دي كلها 8 عشان تمشي على نفس القسمه بتاعتنا صح كده؟ صح. طيب تعالى كده نمسك اول واحده اللي هي 1 over 6. 1 over 6 هل هيبقى ينفع الدينيمينيتور بتاعها يبقى 8؟ هل ال 6 ممكن اعمل لها تايمز لاي حاجه تبقى 8؟ لا مش هتنفع، فخلاص نركنها دلوقتي على جنب. طيب نشوف اللي بعدها 2 over 3. هل ال 2 over 3 ال 3 بتاعتنا دي لو عملت لها تايمز مع اي حاجه تدينا ال 8؟ مالكش دعوه بال 6 دي، هل هتدينا ال 8؟ لا برضو مش هتنفع. طيب نشوف اللي بعدها دي اللي مش بينفع خلاص. طيب 1 over 4. 1 over 4 equal هتنفع طبعا، يبقى ال 4 حصل لها تايمز كام؟ 8. ال 4 حصل لها تايمز كام عشان تبقى 8؟ 4. هي 4 تايمز 4 equal 8، انا ما قلتش بلس انا بقول تايمز. ايه 4 تايمز كام يدينا 8؟ ها يلا عشان اخر جزئيه دي تحلها معايا وبعد كده نشوف حد يساعدنا تاني. 4 تايمز كام ايكوال 8؟ مستر ما انا عارف، مستر انا عارف. لا ثواني ما حدش يجاوب غيره هو. ها ال 4 دي بعملها تايمز كام؟ تايمز 2. هتقول ولا شوف اللي بعده؟ 2. فيري جود، تمام. لازم يعني نيجي نغير، تمام. طيب يبقى يبقى ال 1 كمان هيحصل لها تايمز كام؟ ال 1 هيحصل لها تايمز 2. هتبقى 1 تايمز 2 ايكوال كام؟ 1 تايمز 2 ايكوال 1 تايمز 2. ايوه عشان نحط النيميريتور فوق. ماشي 1 تايمز 2 سهل. 2 هتبقى 2، مش محتاج اي تفكير، اي نمبر بنعمله تايمز لل1 بيطلع هو هو، هتطلع 2. ثواني يعني ال1 اوفر 4 دي هي برضو ال2 اوفر 8؟ يس. طيب احنا ليه هناخد ال2 اوفر 8؟ عشان احنا مقسمين عندنا على 8، يعني البارتس بتاعتنا كلهم كام؟ 8 بارتس. فاحنا محتاجين مين؟ محتاجين ان احنا نجيب ايكويفالنت فراكشن او يعني فراكشن تاني يكون ايكوال لي بس الدينومينيتور بتاعه يكون 8 عشان نعرف مكانه فين بالظبط. خلاص؟ طيب يبقى ال 1 over 4 دي هيبقى مكانها فين؟ هل مكانها هنا؟ لا هيبقى مكانها فين؟ لازم يبقى مكانها هنا، مكان ال 2 over 8. خلاص؟ اهي 2 over 8 اللي هي ال 1 over 4 هي بالظبط. خلاص كده؟ طيب نشوف حد تاني بقى يشتغل معانا. مين اللي بعد جياد؟ محمود؟ محمود عرفان معاه؟ محمود معاك. طيب محمود احنا دلوقتي خلاص خلصنا الجزئيه بتاعه ال8 دي، تمام؟ قسمنا على ال8. طيب ال1 اوفر 6 دي ما رضيتش تتقسم على ال8، هنعمل لها ايه؟ هنعمل 6 بارتس بالظبط. ايوه هنعمل 6 بارتس، خلاص ما لناش دعوه بال8 بارتس دلوقتي. فيري جود يا محمود، تمام. يبقى هنقسم بقى تقسيمه جديده خالص على ال6 بارتس دي. طيب يلا نقسم على ال6 بارتس، اهي تقسيمه غيرها خالص.
6 بارتس بالضبط. ادي 1 2 ما لناش دعوه بقى بالريد دلوقتي، احنا شغالين عليه على البلو بتاعنا. يبقى 1 2 3 4 5 6 بارتس اهو. طيب يبقى 1 اوفر 6 مكانها فين بالضبط بقى دلوقتي؟ 1 اوفر 6 هتبقى اول واحد، في اول واحده فيري جود. يبقى ال1 اوفر 6 مكانها هنا. طيب بعد كده احنا محتاجين ال2 اوفر 3، هل هنقسم 3 بارتس تاني ولا ممكن نشتغل على 6؟ نجرب، ممكن نشتغل برده على نفس التقسيمه صح؟ ممكن صح. طيب هي ال6 بتاعتنا ينفع تبقى 6؟ ال3 بتاعتنا ينفع تبقى 6؟ اه تايمز 2 تايمز 2 فيري جود. يبقى ال2 هتبقى تايمز كام؟ تايمز 2 ايكوال 4. ايكوال 4 فيري جود، ممتاز يا محمود. يبقى هتبقى 4 اوفر 6 خلاص كده. يبقى احنا دلوقتي نعرف يعني نعرف نحدد مكانها فين بالظبط بالنسبه لل6 تمام. طيب هيبقى مكانها فين؟ فكده 1 اوفر 6 2 اوفر 6 مكانها هنا، ها 3 اوفر 6 4 اوفر 6 يبقى هتبقى مكانها فين؟ 4 اوفر 6 هتبقى مكانها هنا اهي. تمام كده يا محمود. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ارينج ذا فولوينج نمبر اسندنج، يعني عايزين نعمل لهم اسندنج. اسندنج يعني نبدا بمين؟ نبدا بالاسندنج يعني نبدا بالصغير بالسمول بتاعنا. طيب السمول يبقى احنا نبدا من اول الزيرو واحنا ماشيين اللي قابلنا في طريقنا تمام كده. هيبقى الاول كام؟ 1 اوفر 6. 1 اوفر 6 زين. وبعد كده 2 اوفر 6. لا ثواني، احنا ماشيين بناخد كل اللي في طريقنا اهو بالترتيب. اوكي 2 اوفر 8 هتبقى 2 اوفر 8، بس 2 اوفر 8 مش موجوده هنا، فنجيب اللي موجوده بتاعتها يعني اختها اللي موجوده. التوأم بتاع اللي هو كام؟ 1 over 4. 1 over 4 very good تمام. بعد كده 4 over 8. 4 over 8 ماشي، دي موجوده اهي بالظبط. طيب وبعد كده 2 over 3. 2 over 3. الناس اللي هتقول لي 4 over 6 هقول لها 4 over 6 مش موجوده، بس اختها التوأم بتاعها موجوده. يس هتبقى كام؟ 2 over 3 موجوده. اوكي طيب ممتاز يا محمود. اللي بعد محمود. روان؟ نعم يا مستر. طيب يلا نشوف اللي بعدها، يعني اخر واحده يا روان هي نمبر سي. بيقول لي يوز ذا تو نمبر اللي هم 5 اند 8 تو كومبليت الفاكت فاميلي. عشان نعمل الفاكت فاميلي بتاعت اول حاجه طبعا بنعمل التراينجل بتاعنا خلاص. طيب هنا هنا هنكتب كام وهنا هتبقى كام؟ هنكتب 5 وهنا 8. هنا 5 وهنا تبقى 8. وبعد كده اعمل لهم كام؟ تايم. هعمل لهم تايمز يبقى 5 تايمز 8 ايكوال 40. فيري جود. ال 40 هتبقى مكانها فين؟ فوق خلاص. طيب دلوقتي انا اعرف اعمل كومبليت. يس هتبقى نمبر 1 كام هنا؟ 5 تايمز 8 ايكوال 40. فيري جود. خلاص اللي بعدها. طيب عشان الناس كلها تجاوب. اللي بعد روان. ساجده نمبر 2 يا ساجده. نمبر 2 يا ساجده هي هتبقى كام؟ ديفايد كام ايكوال كام؟ عايزين ديفايد بقى المره دي يا ساجده. 40 ديفايد 5 ايكوال 8. فيري جود يا ساجده تمام. اللي بعد ساجده. محمود. محمود احمد. يلا يا محمود عشان انت معانا بالظبط. انت اللي هتنهي معانا يا محمود ان شاء الله. نمبر 3 هتبقى كام تايمز كام هنا؟ مصدر مش لا هتبقى كام تايمز كام اهي ما فيهاش اي حاجه. هو فوق عملنا 5 تايمز 8 ايكوال 40. هنا محتاجين ايه بقى نعمل لها ايه؟ 8 تايمز. ايوه بالظبط كده، مش محتاجه اي حاجه. 8 تايمز 5 هي عشان مش باينه قوي، بس 8 تايمز 5 ان احنا عكسناهم بس ايكوال كام؟ ايكوال 40. طيب نمبر 4 اخر واحده هتبقى هنا عملنا 40 ديفايد 4 ديفايد 5 ايكوال 8. يبقى بعد كده هنشتغل ايه؟ ايه يا محمود؟ 40 بلس 8 ايكوال 5 تمام. فيري جود يا محمود تمام. ممتازين طبعا النهارده واشتغلنا شويه حلوين مع بعض. نكمل بكره ان شاء الله تمام.
خلينا على نفس اللينك ما حدش يخرج، هندخل العربي ان شاء الله. ماشي.